الموسم السياحي الصيفي، وتحدث كذلك على مسألة دور المواطن في نظافة المحيط. كل هذا عنده علاقة بالموسم السياحي، وزارة السياحة، الخارجية، الداخلية، الشؤون الاجتماعية، برشا أطراف، النقل، الشباب، التجهيز، عندهم دور كبير في إنجاح الموسم الصيفي. حبوا ناخذ فكرة على المنظمة الوطنية للدفاع عن المستهلك، شنو هو التدخل متاعها، مدى معناها تدخلها حتى يقع النهوض أو تلافي برشا نقائص في موسمنا السياحي الصيفي. بحذايا السيدة ثريا التباسي، نائب رئيس المنظمة الوطنية للدفاع عن المستهلك. صباح الخير، يومك سعيد. صباح الخير، مرحبا بيك كل مستمعي الإذاعة الوطنية، مرحبا. حبيت حضورك يكون قبل شوية، جيت مأخرة. الله غالب، تعرف أنت السيركيلاسيون وظروف الصباح والزحمة. نعم، نعتذر على كل حال. مرحبا بيك. على كل، المنظمة الوطنية للدفاع عن المستهلك دافع بالحق على المواطن التونسي؟ أكيد أكيد، احنا تعرف منظمة التوانسة الكل، منظمة المستهلكين والاستهلاك في كل المجالات وفي كل الميادين. اليوم المنظمة هي منظمة عريقة وتابعة بمتابعة لصيقة بالمواطن التونسي، المستهلك التونسي. في كل ميادين، أول ما يلقى مشكلة التونسي، أول ما يقول احنا حالين عينين عليها، يقول لك منظمة الدفاع عن المستهلك. ولكن زيدا نحب نحدد حاجة اللي راهو مجال تدخل المنظمة. احنا قوة اقتراح بالأساس، ثم إلى ذلك احنا ممثلين في كل اللجان وفي كل الهيئات الوطنية وفي كل معناها الاجتماعات وفي كل معناها مجالس الإدارات الوطنية للمؤسسات العمومية بصفة عامة. دونك احنا صوت المستهلك التونسي في العديد من الميادين، في الصحة، في النقل، في كل شيء، في كل شيء. وفي نفس الوقت احنا نوصلوا لصوته وندخلوا في معناها صورة اشكال لفض الاشكال ولا الاخلالات اللي يتعرض لها المستهلك في حياته اليومية، سواء كان هذيك احنا كان توفقنا بصفه وديه او حتى كان لازم الامر اللجوء الى القضاء. ايوه، ولكن سيدة ثريا ما عندكمش اليات التنفيذ. احنا ما عندناش معناها اليات التنفيذ صحيح، ولكن احنا بحكم اتفاقيه تربطنا مع سلطه الاشراف. احنا ندخلوا، نقول احنا ممثلين، احنا حتى نعطيو، حتى قاعدين نقدموا حتى في مشاريع ومقترحات باللجان، من خلال اللجان حتى بالمجلس النواب. يعني احنا تلقانا موجودين ونوصلوا صوت المستهلك التونسي ومشاكله وشنو ينجم يقلقوا معناها وينجم يهز شوية من الاستقرار متاعه. نعم. ومن الراحة متاعه. أي تقريبا تقييمك أو إلى أي مدى ممكن المنظمة أنها تتدخل وأنها تصلح برشا أشياء؟ نحكي وإحنا سي الحبيب، مثلا فما إشكال تعرض له مواطن ما مثلا في السوق، في سواء كان في عملية احتكار أو إخلال أو تجاوزات، هو يرفع الشكوى للمنظمة. وإحنا ممتدين في 24 مكتب بكل ولاية الجمهورية و262 مكتب بالمحليات. يعني وعندنا قواعد متاعنا، يعني بخس تلقانا في كل حومة في كامل ولاية الجمهورية. إحنا نرفع المشكل إلى سلطة الإشراف ومن يهمه الأمر للتدخل ونتابع الموضوع. كان لم يقع الفض بطريقة ودية، إحنا نجم نقوموا حتى معناها بدعوة في القضاء قضائيا ونجيبوا حق المواطن. دونك هذا هوني مجال التدخل متاعنا. إلى جانب كذلك معناها قلت لك احنا قوة اقتراح، احنا مراجعة قوانين، نشوفوا احنا ممثلين في كل اللجان الوطنية وفي كل مجالس الإدارات. احنا في المستشفيات سواء تونس الكبرى ولا في كل الولايات، المستشفيات العمومية تلقانا احنا كل واحد منا عضو في مجلس إدارة متاع مستشفى سواء جهوي وإلا على مستوى تونس الكبرى. يعني عارفين ببرشة مجالات. أكيد أكيد، بالعديد من المجالات والميادين كما قلت لك في أول ما المداخلة متاعي. فهمت، تلقانا موجودين ونرفعوا صوت المستهلك التونسي وكل ما يشغله وكل معناها ما ينجم يقلقوا على مستوى الاستهلاك بصفة عامة. أي. صحة، نقل، معناها كل شيء كل شيء. فهمت. نعم، سياحة، وانت كنت تحكي على السياحة. اي احنا دخلنا تو في الموسم الاصطياف. أي. برشا ناس يكريوا ديارهم وبرشا ناس يمشوا للوتلة. أي. والاسعار مرتفعة. صحيح، احنا سنة لاحظنا، واحنا نحب نقول لك اللي احنا نخدموا بشراكة مع الغرفة متاع الممثلة لوكالات الأسفار. أي. احنا معناها ممثلين معاهم ونخدموا في شراكة مستمرة معاهم. شو نقول لك؟ نقول لك سامحني،
راهو الأسعار أثناء معناها في ارتفاع محموم ماهيش متناول التونسي اليوم أسعار الفنادق هذاك عليه يلقى وبين قوسين سيدة ثريا تمشي تلقى الدنيا معبية الازدحام أي. تعرف احنا تونسي احنا اليوم في دراسة سي الحبيب على أساس التدين المفرط لدى العائلات التونسية وأهم عامل في الصيف يدين المواطن التونسي يمشي يأخذ قرض من البنك باش يمشي يصيف باش يمشي يهز وليداته ويصيف ولات عقلية ولات تدخل في التقليد نتاع العائلة التونسية. هنا احنا السنة كمنظمة لاحظنا في متابعة لشأن التوانسة في معناها في وهو معناها في معاملته مع الوسائل كيفاش باش يصل الاستياف نلقاو الأسعار معناها في ارتفاع كبير مقارنة حتى بالسنة الفارطة والسنوات اللي تعدات وهذا زاد خلى العامل هذا يغليه وزاد في أسعار الشقفق احنا تعرف ملاذ العائلة حسب المقدرة الشرائية متاع التونسي يمشي يهزك العائلة كل واحد كل قديره قدره يمشي ياخذ دويرة ياخذ شقة مفروشة حسب الإمكانيات. السنة زاد لاحظنا فما الحقيقة الأسعار مشتة حتى الشقق هذية هذية علاش نقول أنا الدعوة للتونسي قبل كل شيء نحب نقوله دعوة بصفة عامة ورد بالك يا تونسي من خلال المنبر متاعك بين سور نستغل هذية المزدح باش نقوله رانا احنا مقبلين على ما احنا ديجا فيها مواسم استهلاكيه بامتياز رد بالك حاول تعمل ولو هي المعادله صعيبه ولكن تعمل معادله بين الجيب نتاعك ونفقاتك حتى تتجاوز هالمرحله هذه على خاطر احنا المواسم هذه الافراح الاصطياف العوده المدرسيه النجاحات كلها كنا في عيد معني كلها مواسم استهلاكيه بامتياز حاول تكون ساقيك على القاعه وحاول تعمل معادله بين المقدره الشرائيه نتاعك قبل كل شيء ما تدخلش في بوتقه نتاع تدين يصعب الخروج من هذه هذه النصيحة. ثاني حاجة نحب نرجع لك للأسعار أي. ماذا بيك يا تونسي أنت ما تخليش روحك عرضة زادة كيف كيف للاحتكار والتجاوز وأنه هل الأسعار الغالية يا خويا غالية نحاول نعمل دورة نفركس نشوف نتحرى على أساس ناخذ الأقل سعر معقول هذا ولكن هذا بالنسبة للشقة توا واحد عنده دار وعنده فيلا فيها بيسين وكذا ويحب يكريها الليلة ب 500 دينار أو الليلة بمليون حتى أكثر صاحبي أي حتى أي. أكثر ربما انت تعرف اكثر مني معناها شنو كيفاش تنجموا تدخلوا انتوما والله ايش نقول لك بالنسبه لهذيا في اسعار ما بين العرض والطلب هذيا ما تنجمش تحسن نجم تعمل حتى شيء نجموا كان نخاطبوا الوعي الذاتي نتاع المواطن التونسي انه يكون كما حكيت لك متزن في معناها اختياراته الحقيقه لكن زاد بالنسبه للخدمات الفندقيه وبالنسبه للفنادق راهو هنا بربي هنا نحب نقول لاصحاب الفنادق وكل الناس العاملين والمسؤولين على هذا معناها القطاع الكبير هو مكسب تونسي وكل راهو حتى التونسي راهو سائح معناها بامتياز راهو يصرف بامتياز وراهو علاش هو كي يمشي ويأم الفنادق التونسيه نتاعنا في فتره الذروه هذيا تلقاه الخدمات الحقيقه دون المأمول دون المأمول وفما حتى ميز بين الأجنبي والتونسي صحيح. في المعاملة أي. هنا بربي الناس الكل العاملين على القطاع هذية أنهم كيفاش يعملوا تكوين للناس والعاملين اللي عندهم حتى يعرفوا حتى التونسي هذيك والعائلة التونسية اللي جات راهي تحط في معناها أي. فلوس صحيح. كبيرة على أساس تلقى خدمات راقية وخدمات على مستوى الجودة الاستقبال الجودة أي. وتفرح بي وكل التونسي نوعية الأطعمة اللي تعطى الخدمات بصفة عامة الكاليتي متاع السيرفيس الغرف أكيد. كل شيء والا زاد من المشاكل مثلا يلقاها التونسي انه يدفع اكثر على اساس يطلب مثلا غرفه مطله على البحر ولا في مكان كبير تلقاه بعد يتفاجئ يمشي يلقى روحه في اخر الدنيا خاصه كي بدا عنده صغير كي بدا عنده شكون مريض ولا شكون صاحب اللطف عليه تعرف شنو الحل سيده ثريا في هذا اي الردع والتفقد والردع الردع والمتابعه والمراقبه يعني تقع مراقبات للفنادق وهذا مين يبدا سي الحبيبه اول حاجه يبدا من الوعي الذاتي نتاع المستهلك أي. والناس اللي تام هالقطاع والفنادق هذيا انه يرفع الشكوى نتاعه وما يسكتش على حقه خاطر احنا التونسي بصفه عامه تلقاه يقول لك توانا باش نتكلم على حقي تي غالب هاني كليتها نسكت ليه لا مو خاطر انجر عن ذلك اتعاب ليه حتى ماليه ومقاضات وكذا تو برشا ناس يتعرضوا الى اعتداء باي شكل من الاشكال برا اشكي اذا بشوفك يشكي يلزم يخلص المحامي ويلزم قبل فما عقليه انت نعرفوها حتى في الخارج وفي البلدان المتقدمه أي. كي يمشي المكان ويقم فندق ولا مطعم وما يعجبوش حتى كي يعجبو أي. يحط ليزامبريسيون ملاحظاته عبر المواقع التواصل الاجتماعي ومن هذا يقع تقييم
خدمات اكل المؤسسه هذيك الفندقيه والمؤسسه السياحيه من خلالها انا تو باش نمشي النقطه ما باش نمشي نتفرهد ندخل نحب نشوف نتحرك قبل على الملاحظات نتاع الناس اللي جاوا قبلي انا وشافوا هذيك راهو يصير نوعا ما تقييم. علاش قلت لك راهو الوعي مهم جدا الوعي الذاتي. ثم بعد ذلك انا نمشي ونقابل مسؤول ونقول له نرفض ليه مش خاطر نلقى روحي قدام الامر الواقع. وقديش من عائله يا سي الحبيب يهز العائله ويمشي وعلى اساس باش يصيف وحتى فلوسه ومن بعد يا يروح يا يرضى بالامر الواقع وتلقاه يعدي صيف معناها دون المأمول باش ما نقولوش خيبه امل كبيره. هذاك علاش هوني ليه يلزم قبل كل شيء انك انت تمشي ساعه قبل من على مستوى المؤسسه ترفع الشكوى نتاعك وترفض وما تدخلش البيت وترفض الخدمات هذيا. وهنا زاد كيف كيف كيما قلت لك العاملين على القطاع هذيا راهو مهم انك تكون الناس باش كيفاش تتعامل مع العائلات التونسيه والعقليه التونسيه. ثريا دائما نعول على وعي المواطن ولكن أكيد. المواطن ساعات يتقاعس باي شكل من حتى يحشم راه وحتى يحشم ما دخلتش في تقاليدنا او تضرب على حقك. نجي الصباح بكري من المدار خدمة. أيه. برشا ناس ما يحشموش على روحهم انهم ما يحترموش الضوء الاحمر. اي 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 هي كلها عقليه راهي وكلها أيه. شوف باهي بالنسبه للمنظمه الوطنيه للدفاع عن المستهلك من خلال كل مكاتبكم في كامل انحاء الجمهوريه يعني المفروض يكون تواصل واضح وعلاقه متينه مع المواطن حتى يتصل بكم. لصيقه نجم نقولوا هي شوف انا يعني كنت نقول لك احنا ممتدين عبر ولايه الجمهوريه وفي كل حتى المعتمديات وتلقانا حتى في قواعدنا في الحوم. دونك تلقاه اقرب له هو باش يمشي يشكي ويعمل محامي ولا يمشي الوزاره ما ولا كذا تلقاه مكتب المنظمه بحذاه. ولكن زاد مهم جدا انه يتحلى بالوعي هذايا وانه يبادر. تعرف راهي قوه ضغط كبيره كي انت ترفض كل ما هو غير مامول وغير معناها مقبول وانا وانت احنا نجمو نغيروا الواقع اما انا نسكت وانت تسكت معناها ما نجموش نتقدموا هكايا. دونك احنا كمنظمه ديما في استماع وفي مراقبه وفي استقبال كل ما يلقى مستهلك تونسي عنده مشكله ما مرحبا به وان شاء الله نكونوا في مستوى ان نقدموا له الخدمه اللي املها. اي الشطوط كذلك فيها مشكل كبير يعني برشا ناس متدخلين يعمل لك باركينج. يعطيك الصحة سي الحبيب. أنا تدخل أنت للشط باش تركن سيارتك يلزمك تدفع 5 دينارات مثلا أو 10 دينارات. أنا كنت ما نحكيوش على سعر القهوة. لا لا لا, لا قبل كل شيء خلينا ندخل ما نحكيوش على الطاولة ولا 4 كراسي. ما نحكيوش على الباراسول. سي حبيب يعني العائلة اللي ما تنجمش كيما كنا ناخذوا ياخذ دار ولا يمشي لوتيل مسكين يحطك العائلة ويمشي في سيارة على أمل أنه يعدي نهاير في الشط. مع الأسف يلقى روحه قبل كل شيء عرضة قبل ما يخلط على البحر للابتزاز للباركينج. ونحكيت في بعديد المنابر الإعلامية هنا في الباركينج يلقى ناس عصابات تلقاها بصفة معناها يا تعطيه شلون يطلبك سينو حتى تخاف حتى لكرهبتك وحتى ربما تتعرض للعنف اللفظي وحتى المادي ربما. ثم بعد ذلك هذا من باب معناها من الباب يلزمك تحطك الخمسة والعشرة آلاف ألوغ ماهيش قانونية حتى تعرف. إي ولكنها صايرة. إي كيف كيف بعض الفنادق ماخذين. وينكم أنتم هنا؟ لا لا موجودين السيدة. احنا موجودين ندخلوا من خلال الولايات والبلديات. وقديش من مره مصالح المراقبه تخرج. وهنا الحقيقه نحب نشكر العديد من الولايات اللي اخذت اجراءات صارمه. وبالنسبه للفنادق والمطاعم نحت لهم اكل اماكن اللي استغلتها من على غير وجه حق اخذتها ما تخليش التونسي باش يحطك الباراسول والعائله هذيك تنحت في عديد من الاماكن وعديد من الولايات الكبيره. وهنا معناها اخص معناها الحقيقه بالشكر الناس هذوما واحنا في متابعه مستمره للشان هذا. نعم. لكن زيادة نحب نقول كيف كيف للتوانسة مش يقول لك اعطيني 5000 ولا تخاف منه ولا 10000 تمد وتسكت وبعد كرهبتك ماشي مأمن. نعم سيدة ثريا ما عندي حتى شك في حسن النية بتاعكم وفي رغبتكم في الإصلاح والمراقبة ولكن ساعات تلقى ممارسات تحت الطاولة اللي تحول دون أنه الأمور تتحسن. مثلا المطاعم هذه اللي فيها وعليها وتقدم مع حاجة مش لائقة أعوان المراقبة يستدعيهم يقولون لهم يجاو أفطروا بلاش. شوف سي حبيب ما عملنا حد شيء احنا يعطيك الصحة. شوف
الشاذ يحفظ ولا يقاس عليه. وهنا نعاود ونرجع ونقول وعي المواطن التونسي، تلقى انت ممارسات وتلقى تصرفات من النوع هذايا ارفعها ارفعها ومعناها وشهر به السيده هذايا ولا الجهه هذايا حتى نحدوا من كل هذه الاخلالات وكل هالمعاملات الرديئه التي لا ترتقي الى مستوى الشفافيه، المعاملات معناها الواضحه. هذاك عليه انا كي نلقى شكون يفتر في عوين مراقبه انا يلزمني نبلغ عليه بصراحه، معناها سواء احنا كمنظمه سواء سلطه الاشراف حتى هكاي نحد هذه الممارسات هذه يلزمنا نقفوا لها الناس الكل. ومن هنا ما تنجم تكون الا من خلال الوعي الذاتي نتاع التونسي قبل كل شيء. اما كي انا نسكت وانت تسكت ونتكتموا على الناس هذوما والجهات هذيا ما نجموش نعملوا حتى شيء هكايا. سيده ثريا تبقى بحذايا، نمشيو مع الزميل ضياء الدين الكريفي في معهد الزراعات الكبرى هكا.